انا شغال في المنتزه من 15 او 16 سنه تقريبا يعني، وان شاء الله هكون معاكم نتكلم بخصوص المخازن في نظام اي ار بي لينكس. تمام، وان شاء الله هنبدا كده واحده واحده ناخد اهم النقاط. طبعا احنا عارفين اي ار بي لينكس زي ما احنا قلنا ده نظام يجمع كل اقسام الشركه تحت مظله واحده، بحيث ان احنا الشركه تقدر تدير الموضوع بسهوله يعني. زي ما قلنا وزي ما الدكتور احمد صلاح اتفضل وذكر المخازن ان هو شبهها بالقلب، زي القلب بالنسبه للانسان بيروح في الدم للجسم عشان يغذي الاجهزه الحيويه وتقدر منها تقوم بوظيفتها، ومن ثم يستطيع الانسان ان يواصل حياته. كذلك بالظبط المخزون بالنسبه للشغل، المخزون بيقوم بضخ المواد والسلع الى السوق والى العملاء علشان الشركة تقدر انها تستمر في السوق، تقدر تستمر في المنافسة، وتقدر انها تقف في التزاماتها تجاه العملاء وكمان تجاه موظفين. منظومة الـ ERP Next، منظومة المخازن في ERP Next ما شاء الله تحتوي على أدوات كتير قوي بتمكننا ان احنا نقدر ندير مخزوننا ونتحكم فيه باحترافية وبأريحية وبسهولة. واحنا هنفتح هنا الشاشه بتاعت المخازن، الشاشه الرئيسيه دي الشاشه طبعا الرئيسيه للبرنامج، دي المخازن، دي الشاشه الرئيسيه بالنسبه للمخازن. احنا لو بصينا ما شاء الله في عندنا قيود، عندنا تقارير، وعندنا ازاي ندخل سلع جديده، عندنا الاعدادات، عندنا ادوات كتير بنقدر من خلالها ان احنا نتحكم في مخزوننا. احنا هنبدأ نقطة نقطة كده نمسكها، النقط اللي من خلالها نقدر ان احنا نبدأ نشتغل في المخازن. فأول نقطة عندنا هنا في بند اسمه مجموعة الصنف، هنبدأ بيه. تمام، مجموعة الصنف دي ميزة في البرنامج بتخليني ان انا اقدر اسجل مجموعة اصناف تحت مسمى واحد. على سبيل المثال انا مثلا لو عندي مسامير، براغي، ورد، ممكن المجموعه دي كلها احطها تحت مجموعه واحده اسميها اكسسوارات على سبيل المثال. لو شغال في مجال الملابس احط التيشيرتات بمختلف انواع الوانها ومقاساتها تحت مجموعه واحده، والبناطيل كذلك، وهكذا حسب مجال شغلي. طبعا بقدر انشي المجموعه او اسم كل مجموعه واحط جواها مجموعه البنود. باجي هنا جديد، بنشئ اي مجموعه انا عايز، اسم مجموعه الصنف، بنشئ اسم اي مجموعه طبعا مجال شغلي، وبقدر من خلالها ان انا اضيف تحتيها مجموعه من الاصناف، بحيث بعد كده لما اجي ابحث عن صنف معين من خلال خبرتي في المخازن ومن خلال خبرتي بالمواد اللي عندي خلاص بكون عارف وارتبع انهي مجموعه، بخش على المجموعه ببحث عن المجموعه وبجيب لي الاصناف اللي انا او الصنف اللي انا بدورها. فدي اول حاجه ان احنا المفروض نعملها في مجموعه الصنف، ان احنا نحدد مجموعه الصنف. ثاني حاجه السلع، السلعه دي ان انا اضيف سلع جديده. ازاي اضيف سلع جديده؟ لي عن طريق السلعه بختار اضافه السلعه. تمام، بتظهر لي الشاشه دي، الشاشه دي شاشه مختصره شويه يعني، شاشه بدخل فيها مجموعه بنود زي ما انا شايف محدوده جدا، رمز السلع، اسم السلع، مجموعه الصنف اللي احنا اتكلمنا عليها، ووحده القياس الافتراضيه للصنف، وبدوس حفظ. فانا كده خلاص الصنف بقى موجود عندي على السيستم من خلال الشاشه البسيطه دي. طيب انت لو عايز تضيف داتا اكتر للصنف، معلومات اكتر عن الصنف، تمام، احنا خلاص الشاشه دي انا لو سجلتها ودوست حفظ خلاص انا الصنف بيتسجل عندي على السيستم برضه. تمام، لو عايز بقى انا لا انا عندي وقت وعايز اسجل داتا اكتر، فبدوس على التحرير، تحرير في صفحه كامله، وتظهر لي هنا شاشه اوسع واشمل شويه. لو بصينا نلاقي بقى رمز الصنف واسم الصنف والمجموعه ووحده القياس ووصف الصنف والباركود. صفحه ما شاء الله اكبر بكتير، واقدر من خلالها ادخل بيانات كتيره للصنف. طبعا احنا هناخد بس البنود المهمه، البنود اللي من خلالها ان احنا نبدا نقدر نشتغل. طبعا اللي عليه نجمه حمراء معروفه، ده لازم ضروري ان انا اسجله. فعندي هنا اول حاجه رمز السلع، طبعا
رمز السلعة ده عبارة عن كود أنا بختاره للصنع وبدخله بحيث يظهر لي بعد كده على السيستم. تمام، وأنا عندي بس ملحوظة بالنسبة لرمز السلعة، لأن مهم جدا إن أنا أحط، لازم كل صنف عندي في المخزون عندي لازم يكون ليه كود، لأن أنا قابلت شركات ممكن يحط كذا صنف تحت كود واحد، وده طبعا خطأ كبير جدا. مهم جدا ان انت تحط كل صنف عندك زي ما بنقول كده احنا في مصر من الابره للصاروخ، كل صنف عندي لازم يبقى ليه كود مختلف عن الصنف التاني. يعني انا لو شغال على سبيل المثال في مجال الملابس، يعني عندي تيشيرت ابيض وتيشيرت اسود الاثنين نفس الشكل نفس المواصفات نفس المقاس، ما ينفعش احطهم تحت كود واحد، لازم ده ليه كود وده ليه كود. يعني لان انا في كان في احد الشركات كان شغال في مجال القهوه، هو حاطط القهوه ربع كيلو ونص كيلو والكيلو تحت كود واحد. طب انا كده ما اطلع على السيستم هو الربع كيلو ازاي نص كيلو بالطبع؟ لا، الكميه بتختلف وكمان القيمه بتختلف. عشان اظبط فواتيري واظبط المفهوم بتاعي لازم يبقى كل كود، كل صنف ليه كود مختلف عن الصنف التاني. هنا اسم السلعه، بسمي السلعه اي اسم انا عايزه، سهل لي برضه بعد كده في عملية البحث على الصنف. تمام، لو جينا هنا على اليسار شوية في برضه مجموعة بنود مهمة. عندي بند اسمه السماح لصنف بديل، الصنف ده البند ده بعلم عليه كده بيتيح لي إن أنا لو الصنف الأساسي أنا ببحث عنه ومش موجود مش متاح في المخزون عندي، فالسيستم تلقائي بيجيب لي أصناف مشابهة قد تكون بديلة للصنف ده أقدر إن أنا أستخدمها مكان الصنف ده. تمام، فده بند مهم جدا. هنا برضو منتج يخزن او لا يخزن، لان احنا قلنا ان احنا بنتكلم عن السلع وعن المخزون بمفهوم اشمل شويه. يعني انا بتكلم عن اما بقدم خدمه فانا برضو بقدم سلع. تمام، اما بقدم صيانه فبقدم سلع، انها سلع مش ملموسه، فبتفرق عن السلعة الملموسة اللي عندي. تمام، كخدمة بقدمها أو كصيانة دي حاجة مش ملموسة، لكن بالنسبة لي أنا كشركة المفروض هي سلعة، لأن أنا أما أتفق مثلا مع عميل إن هو محتاج بضاعة معينة. تمام، ويقول لي البضاعة دي أنا عايزها توصلها لي لمخزني في المكان الفلاني، فأنا بوفر له شاحنة وبوفر له عمال يحمل المواد، وفي وقت بتاخد لتحميل المواد، فكل ده بيكلف الشركه، فالمفروض ان كل ده يتحط تحت بند ان هو برضه بالنسبه لي انا سلعه. تمام، فاحنا هنا بنتكلم منتج يخزن، المنتج اللي يخزن هو المنتج الملموس المنتج المادي اللي عندي. تمام، او لا يخزن لو في حاجه خدمه انا بقدمها توصيل مواد او صيانه او ما شابه، خلاص ده طبعا لا يخزن. طيب لو نزلنا تحت شوية كده، وحدة القياس الاستيرادية دي برضو مهمة جدا، إن أنا في مجال شغلي لو في حاجة بالوزن أو بمقياس معين إن أنا أحط لها وحدة القياس بتاعتها. وإحنا عندنا ما شاء الله البرنامج يعني في تقريبا كل في كمية أعداد قياس لا حصر لها، وكمان انت لو عايز تضيف وحده قياس جديده بتقدر ان انت من خلال هنا برضه بتضيف وحده القياس اللي انت عايزها، لكن البرنامج اوريدي بيبقى موجود فيه وحدات قياس متعدده. نزلنا تحت شويه كده، طبعا هنا الوصف لو حابب ان انا احط وصف اكتر للبرنامج او شرح للصنف او شرح اكتر للصنف، بقدر هنا برضو اكتب الوصف او الشرح اللي انا عايزه بالنسبه للصنف اللي عندي. لو نزلنا تحت شويه كده هنلاقي بند اسمه حزم المنتجات. حزم المنتجات ده يا اخوان بالنسبه يدي مثال زي ما بنقول مثال الموبايل، إضافة حزمة
بندي مثال دايما الموبايل، هو المثال الاوضح شويه. انا لما بروح اشتري موبايل، انا بالنسبه لي انا كعميل هو خلاص اسمه موبايل، بس بالنسبه للشركه هو ما اسمهوش موبايل، مش حاجه اسمها موبايل، مش حاجه تحت مسمى موبايل، تمام. لكن الموبايل ده بيبقى معاه بطاريه، بيبقى معاه سماعه، ويبقى معاه شاحن، فانا المفروض بسجل كل الاصناف ديت، بسجلها هنا السلعه بالكميه، تمام، بالوصف وحده القياس، بسجل كل الاصناف دي، بحيث بعد كده اما اطلع البند الاساسي، البند الاصلي اللي هو مثلا تحت مسمى موبايل، بيطلع لي اوريدي كل، اما اطلع حبه موبايل خلاص بيطلع معاه حبه من السماعه، حبه من البطاريه، حبه من الشاحن، فبيطلع كمنتج متكامل. زي ما بقول مفيش حاجه اسمها موبايل بالنسبه لي انا كشغل، تمام. غير انه ممكن كمان يبقى فيه مكونات جوه مكونات اخرى كاسلاك او مشابه، فانا بضيف كل دوت في الصف عندي هنا، بحيث بعد كده اما اطلع الصنف اللي هو المطلوب اللي هو الموبايل مثلا، هو اوريدي خلاص بيسحب لي صنف حبه من كل صنف انا مسجله، حبه يعني بيطلع لي الموبايل معايا حبه من السماعه وحبه من الشاحن وهكذا، وبيطلع كمنتج متكامل. انت كده يا استاذ شادي معايا حضرتك؟ انا معاك يا استاذ، معاك. طيب اتفضل معاك. تمام. اتفضل كمل يا استاذ. طيب هنرجع. في حاجه انت ذكرتها وانا ما سمعتهاش؟ يعني في نعم؟ سؤال او في سؤال او شيء عرضته وانا ما سمعتوش؟ لأنه كنت حركة. ثواني ورجعت. انت حضرتك عرضت عليا حاجه؟ لا لا، ما عرضتش حاجه، لا انا كنت لسه مسترسل. طيب اتفضل. تمام. طيب طيب احنا هندخل، عايز برضه بص هنا بص على الاعدادات. الاعدادات احنا قلنا هنا طبعا وحدات القياس بنتكلم عليها، تمام. عندنا كل وحدات القياس اللي احنا محتاجها، وزي ما قلت لو محتاج ان انت تضيف وحده قياس جديده، تمام، بتضيف وحده قياس وبتدخل وحده القياس اللي انت محتاجها وبتضيف حفظ بتتواجد معاك على النظام. سيادات المخزون برضه في حاجه مهمه كنت حابب ان انا اتكلم عليها، وهي ان انا كمستودع اما بستلم مواد جديده، لما استلم صنف جديد انا عندي ثلاث خيارات، اما استلمه زي ما هو موجود في امر الشراء، او بستلمه اقل، او بستلمه كميه اكثر من امر الشراء، تمام. استلمته زي امر الشراء خلاص خير وبركه، بدخله على السيستم زي ما هو جاي لي 100 حبه، استلمت 100 حبه خلاص مفيش مشكله. طيب لو انا جاي لي 100 حبه واستلمت 90 على سبيل المثال، خلاص برضه السيستم يقبل، بسجل 90 السيستم بيقبلها، وبعدين اخاطب بعد كده بقى قسم المشتريات اللي فيه بتبقي 10 حبات مثلا، تمام. طيب انا لو استلمت زياده، انا مثلا جاي لي 100 حبه امر الشراء وصل لي 110، ففي الحاله دي السيستم مش هيقبل، السيستم مش هيقبل ان انت تستلم كميه اكتر من اللي موجوده في امر الشراء، تمام. فانا ممكن اخلي اعدادات ان انا اخليه يقبل، طبعا بالاتفاق مع قسم المشتريات وقسم الحسابات، ان انا اخليه السيستم يقبل ان انا لو جالي بضاعه زياده شويه استقبلها يعني، وبعدين بنخاطب بعد كده المورد وبنخاطب المشتريات ايه اللي هيتم فيها، ان انا بدوس على السماح بالقيم السالبه للمخزون، تمام. هو بيجي لي رساله ان في خطوره بالنسبه للحسابات او مشابه، انت المفروض بتنسق مع الحسابات والمشتريات بالنسبه للبند، لان احنا نقدر نستلم مواد اكتر من اللي موجوده في امر الشركه. يعني النقطه دي يا دكتور مشكلتها السماعه القيم السلبه دي بتبوظ الدنيا في الحسابات. اكيد اكيد، وهي ممنوع اصلا. هو ما يعني انت عارف لما بيسمع ديت يقدر يصرف، يقدر يعمل كل حاجه بصرف النظر عن السيستم في مخزون ايه وما فيش ايه.
ما بالظبط، عشان كده بقول لحضرتك لازم تتنصت الاول مع قسم الحسابات. الاول افضل ان هو يستلم على قد كميه امر الشراء والباقي يحجزه بدون صرف لحد ما يتم عمليته بس، لان لما بنسمح بيها بصراحه بتضرب الحسابات ضربه يعني غير طبيعيه اكيد في المستقبل بالذات. طيب اكيد. ممكن اسال حضرتك جبت على موضوع ما دي ده اوبشن يعني، ده اوبشن بقول لحضرتك موجود يعني، حتى بص هو بيجي لك رساله ان الموضوع فيه خطوره بالنسبه للحسابات يعني. بالظبط فاهمني؟ فده اوبشن انت عايز تستخدمه استخدمه، مش عايز خلاص بالاتفاق خلاص احنا ممكن نستقبل الكميه اللي جات لي والباقي احجزه اشوف اما تعمل امر شراء جديد او اما ارجعه للمورد. طيب بالنسبه لطرق الصرف يا دكتور لو صح، نعم بالنسبه لطرق الصرف افضل طريقه ايه؟ طريقه الوارد اولا ولا المتوسط؟ لا ازاي يعني؟ طرق الصرف يعني انت جالك مثلا جالك ديليفري نوت بالصرف تمام؟ طيب انت بالمتوسط، متوسط الكميه يعني المتوسط احسن ولا الوارد اولا الصرف اولا؟ بص هو السيستم هنا جايب لك الوارد اولا هضيفها افتراضي الفيفو افتراضي ثانية كده. بص هو حاطط لك الافتراضي الوارد اولا. انا وجهة نظري الشخصية الوارد اولا بيكون افضل، وجهة نظري الشخصية تمام. اللي جاي الاول بيفترض الاول ده افضل، ده حتى بعد كده بيحدث لك مخزونك يعني، مخزونك دايما بيبقى حديد يعني تاني. فالوارد اولا يصرف اولا يكون افضل. طيب شغالين برضو نفس النظام كده نفس الاليه؟ شغالين بنفس النظام بالظبط، لان بيعمل لك تحديث لمخزونك دايما يعني، دايما بيبقى محدوثك المخزون بتاعك اب تو ديت يعني، ايه دايما محدث ودايما مظبط. تمام. بس في ساعات بيغيب على ما بيحدث شويه في عمليات الصرف يعني، ساعات انت بتبقى مدخل عمليه صرف مخزونيه مثلا مبلغ معين بيتاخر فتره وبعدين يغير المبالغ اللي اتصرفت عليها الحاجه دي، وحصلت مع الشباب يعني مثلا اللي كان شغال عليها طبعا الاستاذ رجب والاستاذ عمرو السيد كانوا الاثنين شغالين عليها، لو هم دخلوا يعني واتكلموا فالاحداث دي صارت معاهم يعني، مثلا يبقى مدخل عامل صرف مخزني وبعد فتره بيتغير القيمه اللي صرف عليها مخزنيه يعني، الاستاذ بيكون بيحدث مع بعض. فهل في اليه معينه رابطه النقطه دي ولا ما فيهاش؟ طيب الفتره اللي اتاخر فيها قد ايه؟ ده عادي ممكن تاني يوم يلاقيها متغيره يعني، مثلا هو عمل اليوم القيد والقيد المخزني اللي هو الصرف المخزني وظهر معاه قيمه، فاهم ازاي؟ وتاني يوم لقى القيمه اتغيرت تماما. فاهم علي؟ تاخير التحديث بيبقى يوم مثلا او ما شابه؟ والله ما ساعات بيبقى ساعتين بس، ساعات بيبقى ثلاثه ما تعرفش، بس ايه يعني هو راجل عمل قيد المخزني وصرف طبيعي. طب خلال الفترة ديت بتتغير القيمة؟ يعني لو في ساعتين أو ثلاثة أو يوم مثلا بالكتير، هل القيمة يعني هو لو عمل القيمة مثلا كذا تتغير، ثاني يوم بيلاقيها متغيرة. بس أنا قلت له ما دام بتقفل في الآخر على نفس التكاليف، فاهم إزاي؟ لو تقفل في الآخر على نفس التكاليف خلاص مش مشكلة، يعني تكاليف المستودع مثلا نفس التكلفة بتاعت الأيتم ده هي اتقفلت على المصروف، أنا بالنسبة لي ما فيش مشكلة. أستاذ رجب كمل مع الاستاذ احمد يا رجب. رجب اوكي مش عم تطلع يا عم. طيب ماشي كمل يا استاذ احمد، كمل هرد على التليفون بس وانا معاكم تاني كمل. طيب وقفنا عند الاعدادات. طيب انت انا برضه زي ما بقول لحضرتك انت ممكن تغيرها المتوسط او الفيفو. عايزين برضو هنبص بصة بسيطة كده عن تقارير المخزون. هنبص على أول بس أستاذ شادي معلش لو تكتب لي موضوع تغيير القيمة دوت تمام، عشان برضو نسأل فيه الدكتور أحمد نتأكد منه هل في آلية نقدر نظبط بيها الموضوع دوت.
الشاشة دي معايا. الو شباب حد معايا؟ الو شباب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد إحنا معك بس الشباب يتابعوا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وما فيها مايك بس كلنا معاك. طيب يعني أبدأ عادي؟ أيوه معاك. كمل يا أستاذ أحمد معك معلش كان عندك المفروض شركة بنغطاسة بس يلا على ممكن الأجهزة ما فيهاش مايك. طيب معلش طب طيب أستاذ شادي بس كنت بقول لحضرتك الجزئية بتاعت المتوسط واللي يصرف المستلم أولا يصرف أولا. تمام الموضوع التأثير وتغيير القيمه معلش برضه لو اتكلمنا عليها مع الدكتور احمد يدخل معانا عشان نشوف هل في آليه نقدر نظبط بيها الموضوع ده ولا لا. تمام. هي نقطه في كذا نقطه حضرتك برضه دخلت موضوع الحزم. حضرتك الشركه اللي انت شغال عليها مثلا اي ار بي هل هي مقاولات ولا شركات ولا شركات نشاط ثاني؟ لا مش مقاولات بس. لا طيب مقاولات. الحزم طبعا عندي هنا النقطه اللي ناقصه في الحزم بس لو انت دخلت عليها بس كده بعد اذنك. حزم المنتجات هنا افتح بس الايقونه بتاعتها عشان اي مثال مثلا لا اي مثال فيه حزم يعني اي منتج عندك انت عامل له مجموعه حزم وكده. الصنف نفسه لما بينزل هنا ما بيتوجهش حسابيا الا لازم اثناء الصرف يتوجه. يعني الحزمه تبقى مجرد حزمه تعريفيه فقط. لكن ما تسمعش في الحسابات تقصد؟ الحزمة طبعا ما تسمعش لان هي مجرد عامل مساعد يعني.
فاهم عليا؟ فالخطه اللي فيها افتح لي حزمه انت عاملها ولا مفيش حزمه عاملها؟ خلاص انشئ طيب. هنشوف كده بقى. ماشي. الله يبارك فيك. الله يخليك. طيب احنا لو ادينا مثلا انت حزمة حط لها مجموعة اصناف الحزمة اللي هي مثلا شوية بس كده عشان ولا ساعة كده وهنزل اجيب حط لها اصناف عشان تقدر معاها حطيت صفة هنا في ديه في الضغط الصف وبتطلعش من طيب يعني نشتغل مثلا على مثال من عندكم دي مثلا انت ما انا معرفش المثال اللي عندنا ما اعرفش اللي عندك ايه الموديل اللي عندك ايه قصدك مثال لا هنقول هنبدا احنا نحط اعمال مثلا تاسيس سباكه تايب 1 مثلا لا بس ده كده السلعة نفسها انا بقول لك الحزمة نفسها تكون اسمها اعمال تأسيس سباكة تايب 1 كده يعني او رقم واحد كده يعني نموذج واحد يعني اللي فوق نفس الاسم اللي فوق ده ايوه البند الاصلي ده السلام عليكم ايه الحزم دي بس بقى عشان انا بتعلم برضو منكم احنا ايه يا شادي دخلنا ليه الحزم من الفئة الوحدات السكنية هو كان ايه الفكرة ايه احمد دخل شرح فيها وكده الحزمة دي في السيستم عبارة عن عامل مساعد كنا اتكلمنا فيها باين احنا قبل كده في موضوع كنا تناقشنا فيها انا وانت ولا لا مش فاكر اتفضل طيب فهمني كده ليه دخلنا ليه حزم هو كان بيشرحها فانا كنت عايز استفيد منه ان الحزمه بتنشأ ما تبقاش مربوطه على المصروف دايركت والتكاليف بتاعتها يعني لازم انا وانا بصرف اعرفه فليه انا في الحزمه نفسها ما بعملش الحاجات اللي في الحزمه وتبقى ثابته لان انت لما تيجي تعمل حزمه هو كاريت حاجه في مشروع معين مثلا بمسك اعمال معينه في المشروع بجزئها الاعمال دي مثلا بقت على خمس بنود او على خمس مراحل قلت لي انت الكلام ده صح قبل كده على كل مرحله بقى لها مواد معينه والمواد مرميه على مركز تكلفه معين او عقد معين بس هو اتفضل ايوه انا لما جربت الحزمه عندي في الحسابات عندي لقيتها بتدي لي بس كاسم صنف قياس وسط صنف يعني هو لو فتح كلمه تصحيح بعد اذنك يا استاذ احمد ممكن تفتح كلمه تصحيح بس اللي تحت دي شوف السلعة والكمية والوصف ماشي ما بيربطش مثلا ما بيحطش لا بص خليك مع اللي انا فاهمه ايه ده بيطبق امتى لما يكون انا عندي انا عمر ما في محل بيبيع موبايل بس لا بيبيع اول ما بقول انا الزبون ده عايز موبايل يبقى مباشره الحزمه بتاعتي ايه موبايل بكرتونه بسماعه بشاحن باتنين بطاريه بمجرد ان هو سحب على طول اثر عندي في المخزن واثر عندي في التكلفه واثر عندي في الاسعار بس طيب خلينا التفاصيل دي احنا زي ما اتفقنا التريننج ده خليه في كده في المجمل واي كيس سبيشال كيس خلينا نجلس احنا روان كده نشوفها باذن الله اتفضل طيب تمام اتفضل ماشي كمل الصح طيب دكتور احمد احنا تقريبا خلصنا طيب جاي اتكلمنا بس مرحله الصرف يا استاذ احمد صرف المواد المخزنيه بس ما احنا محتاجين غدا احنا بنأجل الموضوع القيود دي والحركه بحيث هناخدها غدا مع المشتريات لان احنا لازم هنربط الدايره كلها مع بعض هنتكلم بقى ازاي الصرف بيتم ونبتدي نشوف بعد الصرف ايه اللي بيتم في طلب مواد في عروض اسعار وهكذا لغايه ما نوصل ان احنا بنربط الدايرتين مع بعض جيد فدي نخليها السبت باذن الله انا عارف ان احنا محتاجين شغل خاص بالمقاولات
يعني احنا اتناقشت مع الاستاذ احمد عيد قبل ما نبتدي، وقلت له احنا محتاجين شغل مع المقاولات، ليه شغل يعني، محتاج ان احنا زي ما اتفقت قبل كده هو موجود على السيستم، بس الفنيات بقى زي ما عالجنا امبارح كده ازاي شفنا نعالج الفات المطلوبات، نفس القصه برضه محتاج نعالج بعض الشغل كده عشان ندي يتواكب مع المقاولات، سواء في التقارير او في المسميات كمان، يعني محتاجين نغير بعض المسميات زي ما قلنا، مفيش حاجه اسمها في المقاولات امر طلب ولا سيلز اوردر والكلام ده كله، دي في مقايسات وفي، فدي برضه محتاجين الشغل ده. ماشي، فكويس. انا معذره بس كنا بنصلي وما حضرتش معاكم من البدايه يعني. طب في لا اي هو نقاط او في اي استفسارات كانت موجوده؟ احنا اتكلمنا عن ازاي ننشئ سلع جديده، كويس اتكلمنا عن مجموعه الصنف، كويس اتكلمنا عن حزم المنتجات، دخلنا برضو على الاعدادات، كويس. اتكلمنا على والمستودعات، بصيت مع بعض على المستودعات، لان مهم جدا عندي المستودعات، المستودعات لسه لا ما ان بصيتش انا على اعداد المستودعات اللي انا عندي في المقاولات، في الغالب بيبقى مركز رئيسي ويوزع، ولازم يكون يعني. انا كان مره اشتغلنا مع شركه وقلت لك لا انا عايزه كل كود خاص بالفرع بتاعه، ماشي. طب ولما ترجع البضاعه بتاعتك ارجعها لك ازاي؟ مفيش مشروع، مستحيل مشروع ياخد بضاعه ويخلصها 100%، لازم بيتبقى. فانا لازم لو انا كل مشروع بعمله بالكود بتاعه هرجعها لك ازاي المركز الرئيسي؟ فاحنا مش هقدر اعملها من التحويل. فانا كان العلاج التاني ان احنا نخلي مستودع، حتى بنخلي مستودع على مستوى الموظف، كان برضه هما بياخدوا عدد ومهمات عشان يخرجوا يخلصوا تركيبات، او عندكم برضه في السعوديه. خلينا المستودع على مستوى الشخص نفسه، بحيث تبقى عهده عليه، مجرد ان هو بيخلص بشيك معاه اللي البضاعه اللي بيرجعها، والباقي بحمله عليه، او خلاص بيخرج الباقي برجعه، والمشروع بخلي. اتفضل. مش بتحمل عليه عن طريق الاتش ار؟ كنت قلت لنا وانت يعني قلت الاتش ار الموظف مثلا لو عنده عهد سواء ناديه او عينيه او اي شيء بتحمل عليه من شغل الموظف. لا ليه بقى بضاعه زي احملها له؟ ما لهوش علاقه هو. لا مش بتكلم على البضاعه، البضاعه دي وضع تاني. العدد. لا برضو دي حاجات مخزنيه، دي حاجات انا بتكلم ان هو خارج وبياخد، كان هو البروجكت هو المستودع بالنسبه له، بياخد كان هو بيمدوا الاس تي سي خطوط طب هي الكهرباء. النقطة اللي فاصلة معايا ان انت مثلا احنا لما بنيجي ندخل الاصول بتدخل عن طريق برضه صنف المخزن، صحيح. يعني شهر الاصول ده مثلا حط الصنف ده اصل ثابت اللي هو طيب في تعريف الصنف نعم الاستاذ احمد كان من شوية، نعم لو انا بحطه اصل ثابت صحيح، فبيبقى برضه هل هيتربط بالموظف ازاي ولا دي برضه في الاتش ار؟ لا في الاصول، في موديول الاصول بيسالني الاصل ده مع مين، بيسالني الاصل ده يعني مع مين في ده في تعريف الصنف. لا في ما هو لا ما مش في تعريف الصنف، لما بيشتري الصنف ببتدي انا، ابتدي انا بقى لما بقى الاصول يعني في صنف الاصول نفسه. بالظبط كده، يبتدي يقول لي فين، في يعني اداره، مين اللي معاه، اشتريته امتى، مين، بيدي تفاصيل كده خاص بالموديول الخاص بالاصول، ملوش علاقه. لا طبعا انا باخد اسم الموظف من ايميل اتش ار، والطلب بيعمله من خلال طلب مواد، يعني هي الرابطه كلها مع بعض كده، يعني ما اقدرش افصل حد عن حد، انما عشان يتابع لي المواد اللي واخدها دي اعتقد بعيد عن الاتش ار، المفروض مخزنيه، ولكن تقارير معانا يعني ممكن ندي صلاحيه للراجل بتاع الاتش ار انه يبص. لما انا في الغالب شغلنا دي صلاحيه، دي شغل خاص بالمخازن وبالمشاريع، يعني هو بتاع الاتش ار اللي عارف ايه المواد اللي خدها، ولا خدها ليه، ولا هيستخدمها ايه، ولا لا مدى لا اه هدفع الاتش ار اه هي النقديه والفلوس، اي فلوس بياخدها لازم تكون من خلال الاتش ار، الاتش ار لازم يكون عارف عنها يعني، ده بوجه عام. وزي ما قلنا احنا لينا جلسة يمكن هيبتدي الشغل بقى فعلا من المقاولات مع موضوع المشاريع، لما نبتدي ان شاء الله المشاريع يوم الاحد والاثنين هنبتدي بقى طب الصورة. ما نعم ذكرناش حاليا موضوع الاصناف، هل الاصناف تكون يعني زي ما اتكلمت انا وحضرتك قلنا هنستقر عليها في مبدا الصنف مثلا بدون المصنع بتاعه، او الصنف بالمصنع بالمنتج بتاعه، او يعني الجوده بتاعت الايتم نفسه ازاي؟ احنا ما كناش انا اه تناقشنا فيها. خليني طبعا عشان انا كنت كاتب، ما وصلناش لحاجه فيها، انا بكتب انا كل حاجه بكتبها عندي في الكشكول بتاعي انا ده. لا دي ما خدناش قرار نهائي فيها، بس انا قلت لك احنا مبدئيا كان في البراند تقريبا قلنا هنشتغل مره ممكن على البراند، مش كده؟ مظبوط اه مظبوط. خلينا يعني احنا لو هو اتفضل. نفس الايتم وليه كذا براند، ايوه بيعالجوا بطريقه نفس الايتم،
ولا لازم احط واضيفه يعني 10 براندات اضيفهم 10 براندات؟ الافضل 10 براندات، لان انت يعني انا كان عندنا عميل يقول لك لا اصل انا ممكن اخد خصم على براند معين، بس هل ده ما اعتقدش ده عندكم او زي احنا اتفقنا لما بيطلب براند معين انت وانت قاعد الراجل، عشان فلازم لما يجي لما ايوه يجي انا بدات افتكر ايوه لان انت زي ما اتفقنا قلنا دي هنضيفها تبقى معلومه براند، لان انت ممكن او قلنا اخر حاجه في الديسكريبشن، لان قلنا في الوصف، قلنا في الوصف. خلينا هنلم النقاط دي باذن الله بعد ما نخلص التريننج ده كده، يبقى ده فكره عامه ايه امكانيات الجهاز والدنيا عندنا فيها ايه، وبعد كده نقعد بقى، لان انا معاك ان لازم شغلي يتم في حاجات كنت عايز اعرفها من احمد، يعني مثلا في حاجه هنا اسمها العلامه التجاريه، ممكن تضيف حاجه من دي البراند، في حاجه ما دي البراند، ما انا بقول لك عشان كده لك ممكن تضيف اللي انا بتكلم فيها دي. وفي ماشي، بس يعني انت كان كلامنا ايه، انا اتذكر كلامنا ان انت البراند لازم يكون ثابت مع، يعني انت جايب تيشيرت اسمه نايكي خلاص كده بقى ما ينفعش تغير، انما احنا عايزين لا نغير اللي كان كلامنا، ان انا لا انا المواصفات بتاعتي ان انا هجيب سيراميكا كيلوباترا، بس الراجل قال لي نزلت السوق لقيت سيراميكا مثلا الملك، وقال لي اوكي موافق عليه، احنا عايزين امكانيه ان انا اخش اغير على طلب المواد او على البيرشز اوردر، فدي مش هيسمح لي، يسمح لي فين؟ في الوصف بقول يا اخوانا انا هشتري الحاجه الفلانيه دي، هشتري سيراميكا الملك مكان سيراميكا كيلوباترا. ماشي، شغل شغل، محتاجين نظبط امورنا خطوه خطوه كده عشان يلائم مع الشغل بتاعنا، شغل المقاولات، ان هو مينلي شغل تجاري، يعني الاي ار بي نيكس مينلي يعني اساسا هو نازل للتجاري، المقاولات ماشي موجود، بس انت محتاج ان انت تشغل عقلك انت ازاي تكيفه على اللي انت عايزه، وان شاء الله كله هتلاقيه موجود باذن الله. خلاص، فدي كده مقدمه، ان شاء الله احنا يوم السبت هنربط ازاي الحركات بتتم، ازاي احول بضاعة، ازاي اودي برضو لو عندي مورد من الباطن ازاي اشتغل عليه، وبعد كده اربطها بقى بموضوع المشتريات ونربط الدنيا دي كلها بقى، يبقى في قيود فعلية بشوف. لو عايز برضو اشوف الصرف على محول باطن، صحيح نعم صحيح، ان شاء الله نعمل ان احنا نعلي النقطة دي، استاذ احمد برضو ياخد باله منها ونناقشها قبل ما نجتمع معاكم يوم السبت على خير باذن الله. ماشي الحال. طيب الله يرفع قدرك، في أي استفسار ولا أي نقطة؟ لا طيب الله يرفع قدرك، نستودعكم الله، السلام عليكم سلام. ورحمة الله، في أمان الله. سلام.